حديث صوتك يروي حديث المصحف المصحف الكار يروي حديث الفدائي المصحف الكربلائي يروي حديث الفدائي يا سادتي يا صفوة الكرام عباس في يروي حديث الفدائي يروي حديث الفدائي المصحف الكربلائي يروي حديث الفدائي المصحف الكربلائي يروي حديث الفدائي يا سادتي يا صفوة الكرام عباس في الحرب وفي السلام يروي حديث يروي حديث كرر المصحف الكار يروي حديث الفدائي المصحف الكار يروي حديث الفدائي يا سادتي عباس في الحرب وفي السلام يروي حديث يروي حديث لا تطيلون النظر وخذوا مني الخبر فأنا العباس ذو البأس الشديد منذ أيام الصبا قد تغذيت الإباء أرفض الذل وإقرار العبيد هذا النص وأجرك على العباس لا تطيلون النظر وخذوا مني الخبر فأنا العباس ذو البأس الشديد منذ أيام الصبا قد تغذيت الإباء أرفض الذل وإقرار العبيد أرفض الذل وإقرار العبيد جامع الضدين إن الموت والكوثر فأنا عبد مطيع كالولي قنبر وكذا وقت النزال كأبي حيدر وكذا وقت النزال كأبي حيدر اسموني أهل المكارم عباس بدر الهواشم اسموني أهل المكارم عباس بدر الهواشم وكرر القول على الأنام عباس في السلام يروي حديث الفدائي يروي حديث المصحف المصحف الكر يروي حديث الفدائي المصحف الكربلائي يروي حديث الفدائي يا سادتي صفوة الكرام عباس في الحرب وفي السلام يروي حديث وانا بحضان المهد حدر علي اعتمد قبل ايدي وسالت دموع على دي لغز ما حد فسره لحد يوم القنطرة لغز ما حد فسره لحد يوم
من سقية أعدائي كاسات المنية، من سقية أعدائي كاسات المنية. انظر لصولة عدوي بعدته وعدة، جبل ما هزتني ريح بساعة الشدة، صحت بيهم وانا قدها يوصلش حده، صحت بيهم وانا قدها يوصلش حده. عند التقاء الحتوفي اهوى اشتباك السيوفي، عند التقاء الحتوفي اهوى اشتباك السيوفي. هيا اسمعوا القصة من حسامي، عباس في الحرب وفي السلام، يروي حديثا يروي حديثا المصحف المصحف الكربلائي، يروي حديث المصحف المصحف الكربلائي، يروي حديث الفدائي. يا سادتي يا صفوة الكرام، عباس في الحرب وفي السلام، يروي حديث الله الله، يروي حديث الخادم. وانا بحضان المهد حدر علي اعتمد لخادم اهل البيت هاشم السماوي، وانا بحضان المهد حدر علي اعتمد، قبل ايدي وسالت دموع على دي، لغز ما حد فسره لحد يوم القنطره، لغز ما حد لحد يوم من سقية اعدائي كاسات المنية. انظر لصولة عدوي بعدته وعده، جبل ما هزتني ريح بساعة الشدة، صحت بيهم وانا قدها يوصلش حده، صحت بيهم وانا قدها يوصلش حده. عند التقاء الحتوفي اهوى اشتباك السيوفي، عند التقاء الحتوفي اهوى اشتباك السيوفي. هيا اسمعوا القصة من حسامي، عباس في الحرب وفي السلام، يروي حديثا ما شاء الله، يروي حديث المصحف المصحف الكربلائي، يروي حديث الفدائي المصحف الكربلائي، ما شاء الله يروي حديث الفدائي. يا سادتي يا صفوة الكرام، عباس في ما شاء الله، يروي حديث الفدائي، يروي حديث الفدائي. دار دولاب الزمن وابتدى سير الضعن، نحو محراب الوغى أرض الطفوف، بيدي يزهو العلم شامخا فوق القمم، بيدي يزهو العلم شامخا فوق القمم، يرفع القرآن والدين الحنيف. خدر ربات الحجاب عفة الزهراء، وعليه يستقيم النهي والأمر،
ولهذا صرت سدا أحفظ الخدرة، ولهذا صرت سدا أحفظ الخدرة. الخدر تاج النساء في الأرض أو في السماء، الخدر تاج النساء في الأرض أو في السماء، ويأخذ الرفعة في التسامي. عباس في الأرض وفي السلام يروي حديث ما شاء الله، يروي حديث المصحف، المصحف الكربلائي يروي حديث الفدائي، المصحف الكربلائي يروي حديث يا سادتي ما شاء الله. عباس في الأرض وفي السلام يروي حديث ها يروي حديث من شف الضمة مد صابع مضرمة لخادم العباس هاشم السماوي. من شف الضمة مد صابع مضرمة لو أطفال ولهب جبدة رقية، أنظر الوجه الطفل بعطش ما ينحمل، حاط عين بعيني كان يعتب علي، حاط عين بعيني كان يعتب علي. ذابل وجوه العطاشة عن نهار تربي، نظرة منهم على الجربة فطرت قلبي، توكلت صوب الشريعة واعلنت حربي، توكلت صوب الشريعة واعلنت حربي. جند الأعادي الطغاة بيني وبين الفرات، جند الأعادي الطغاة بيني وبين الفرات، وثارت اللهفة في الخيام. عباس في المصحف الكربلائي، المصحف الكر ما شاء الله يروي حديث يا سادتي يا صفوة الكرام. عباس في الحرب وفي السلام يروي حديث مبسم الجود ارتوى وعلى كتف استوى، ونهضت قصدا وجه الحسين، جحفل الجيش هجم وبإيمان اصطدم، جحفل الجيش هجم وبإيمان اصطدم، غيرة الله تجلت في يميني، غيرة الله تجلت في يميني. سورة الحق تلتها شدة البأس، وأتى الموت خجولا طالبا رأسي، لست رعديدا وأعطي للردى نفسي،
لست رعديدا وأعطي للردى نفسي، هم الفتى في الجهاد في الحرب قتل الأعادي، هم الفتى في الجهاد في الحرب قتل الأعادي، وأيدون الفتية العظام عباس في يروي حديث ال ها يروي حديث ال شديدك على جروف المشرعة بدت نار الفاجعة، على جروف المشرعة بدت نار الفاجعة، سهم غادر صاب عيني وشل نظرها، أنا ما همني السهم بالي ضل على الخيم، خفت زينب تنسبي ويوقع خدرها، خفت زينب تنسبي ويوقع، ما أهم بجرح راسي جسمي الدامي، واللي يهم أطفالي تبكي وعيني لخيامي، واللي يهم أكثر أخوي وكبده الضامي، واللي يهم أكثر أخوي وكبده الضامي، يؤذيني صوت العقيلة خدريتها وكفيلة، يؤذيني صوت العقيلة خدريتها وكفيلة، عباس أمسى طعمة السهام، عباس في الحرب وفي السلام، يروي حديث ال ها يروي حديث ال يروي حديث ال على جروف المشرعة بدت نار الفاجعة، سهم غادر صاب عيني وشل نظرها، أنا ما همني السهم بالي ضل على الخيم، خفت زينب تنسبي ويوقع خدرها، ما أهم بجرح راسي جسمي الدامي، واليهم أطفالي تبكي عيني لخيامي، واليهم أكثر أخوي وشبده الضامي، يؤذيني صوت العقيلة خدريتها وكفيلة، يؤذيني صوت العقيلة خدريتها وكفيلة، عباس أمسى طعمة السهام، عباس